Celebrity Shorts. مغني الراب أندري جوهانسون يشرح لماذا قام بقطع نسله. مغني الراب أندري جوهانسون المعروف باسم كريس بيرر يقول أنه لم يكن ينوي الانتحار عندما قام بقطع قضيبه والقفز من الشرفة في نيسان الماضي. وبينما اعترف بأنه كان تحت تأثير المخدرات تلك الليلة، أصر جوهانسون بأنه كان متحكما بكل شيء، وقال بأنه أرسل إلى هذه الحياة لأنه إله، وقد اكتشف بأن الجنس مشكلة للخالدين، فقرر التخلص من العبودية اتجاه الجنس وقام بحل المسألة جذريا. ويردف قائلا: لم أقفز من الشرطة بغاية الانتحار، بل استجابة للشيطان الذي في داخلي. لم يستطع الأطباء إعادة وصل قضيبه، ويقول جوهانسون بأنه سعيد لأنه على قيد الحياة وليس مكتئبا بالمطلق. جوهانسون متفائل كثيرا بالمستقبل ويقول: القضيب هو قضيب بالنهاية، ولربما لدينا فكرة عن مستقبله، عندما غنى قائلا: Wu-Tang Clan ain't nothing to f*** with. Wu-Tang Clan ain't nothing to f*** with.